اهلا بكم في كل ما هو جديد. بص يا جماعه، النهارده معانا شغل مراتب اهو زي ما انتم شايفين. تمام، من البدايه تمام ونعرف بقى المرتبه اللي معانا دي كام. يا عم محمود عامل ايه؟ اه الحمد لله. هي المرتبه اللي معاك دي عامله كام؟ كام سعر ولا كام؟ اه كام سعر؟ كم طول؟ كم طول بتاعها؟ اه دي مترين في 170 مع المقاس كبير. مترين؟ اه مترين في كم؟ وعرضها 170 مقاس كبير. اه مترين في 170 يا جماعه، مقاس كبير. بتاخد بقى قماش دمور داخلي وخارجي قد ايه؟ تاخد لها 12 متر من جوه و7 متر من بره. 12 متر من جوه و7 متر من بره. 12 متر من جوه 7 متر من بره يا جماعه، عشان الناس اللي بتسال وعاوزه تعرف شغل التنجيد وقماش الدمور بيحتاج قد ايه. ماشي، تابعونا بقى عشان تشوفوا المرتبه دي تمام وشغلها.